حلوة شي؟ حلوة كتير. شو اسمها؟ ولا بتعرف اني نسيت اسألها؟ بنت معجب فيها ونسيت اسألها شو اسمها؟ لأنك فاشل مع الجنس اللطيف. بعد ولا عائشة يلا بنتي جاي أمي بسم الله الرحمن الرحيم يلا بلشوا يا أولاد وكلوا سلطة كمان حاطط لها زيت جديد أبوكم بعت لنا إياه من الضيعة وكيف بعت لنا إياه؟ بعته مع رفيقه، بعت زيت زيتون وشوية مصاري كمان شو يعني ما رح يجي؟ إن شاء الله بنتي نازلي نعم سهيل بيك من اليوم ورايح ممنوع اي حدا يفوت على الاوضه امرك يا بيك وجهزي لي اوضه ثانيه على عيني نعم الفطور جاهز يا بيك تفضل إذا بتريد نازلي كم مرة لازم عد لك الحكي قلت لك بس بدي اتسمم بيجي لحالي ما بدي حدا ينادي لي لا بقى تيجي تنادي لي أبدا ماشي عفوا سهيل بيك سليمان بيك اللي طلب مني روحي قولي له إذا فكر يبعتك مرة تانية تناديلي على الأكل رح أقلعه فوراً عم تفهمي؟ شو؟ بدك تقلعه؟ إيه بقلع سليمان بيك وبزته بالشارع كمان روحي قولي له هالحكي هاد أمرك يا بيك يلا روحي حاضر رايحة
خبر سهيل بيك انه الفطور جاهز بس ما رح ينزل، وقال ما بقى تطلعوا تنادولي بس بدي بجي لحالي. وبتخبري سليمان اذا بعدك تناديلي مره تانية رح ألعو ستو بالشارع. بالله هيك قال لك؟ شو ما خفت من كلامه؟ قال بزته بالشارع. بس لسه ما زتني صح؟ جهزي لي قطعتين توست عليهم زبدة ومربى وكاسة شاي. أنا ما رح أخدهم. أنا بأخدهم. بس رح يقلعك من الشغل، هو هيك قال لي. قال إذا بعتك إليك مزبوط؟ إيه بس. شفتي؟ ما رح أبعتك. أنا رح أخدهم. والله أنا ماني قدراني أفهمكم. حاجة بقى بكفي. يلا روحي ساويهم. مرحبا سهيل بيك، صباح الخير. كيف صحتك؟ إن شاء الله نمت منيح. إيه نمت. شو هدول؟ لمين هالصينية سليمان؟ وليش جايبها؟ هدول؟ مليت وأنا أفطر لحالي. وحضرتك إجيت بس ما بدك تنزل تفطر معي. فقلت بيجي لعندك بكمل هون. عن جد زعلت عليك. الوحدة صعبة. مظبوط. ايدين نازلة بيعملوا أطيب سندويش بالعالم. المربى بيصير أحلى والزبدة إلها نكهة فظيعة. أوه والله الشاي ما في أطيب منه. من عندكم الشاي سهيل بيك؟ قصدي من الضيعة؟ لأنه في ست اسمها أسويم خانم، ست محترمة كتير، وجوزها سيف الدين بيك. كانوا يجيبوا لنا الشاي. هذا الشاي كتير طيب، هن اللي بيوزعوه، ممتاز. بس مدري ليش هالسنة تأخروا وما بعتوا لنا. نعم سهيل بيك. شو عم تعمل؟ عم تحاول تشاهيني مشان آكل؟ نوب. سليمان أموري يا بيك. حابب أني أقعد لحالي. طيب سهيل بيك. سليمان. نعم سهيل بيك. خود الصينية. شوفي اليوم جاي نجمة. انت عزمتها؟ شوفي بدك تجبرني اقعد معها؟ لا، نجمه بتحب هالبيت وبتجي على طول، وهو بيتها بالاخير، وطبيعي انها تجي عليه. جميله خانم خبرتني انه بدها تجي لهون، فاذا بتسمح لي بدي روح جيبها بعد شوي. طيب شكرا كثير. عمو سليمان كتير تأخر يا تيتي، انت بده يجي هلأ. بيجي يا روح تيتي، انت كملي فطورك وبس تخلصي بيكون وصل عمو سليمان. تيتي؟ من واحد 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 واحد. من قبل كل هدول انا رحت على بيت امي. صار لك 10 ايام مزبوط. افتحوا له. عمو سليمان اجى لعندي. على مهلك على مهلك. اهلا وسهلا سليمان. مرحبا عمو سليمان. اليوم رح تاخذني معك؟ يلا حبيبتي نجمه، روحي جهزي حالك بالاول. يلا لشوف. حاضر. امي استناني. جهزي نجمه لو سمحتي. ايه طبعا من عيوني. اهلا وسهلا سليمان بيك، كيفك؟ منيح، وانتو كيفكن؟ عثمان؟ فوت فوت عمو سليمان، تفضل افطار معنا. صحتين، انا سبقتكن. كيف الامور بالبيت؟ سهيل منيح؟ المنيح انه بيناتنا، صح ما منشوفه وما بيرضى يحكي مع حدا ومزعوج، بس مع الوقت بيتحسن. انا جاهزة. اذا هيك صار فينا نروح. اوه برأيي
علاج سهيل بيك هو نجمي. كيف رح نروح؟ كمان بدك تاخذني على البسكليتة؟ ايه كمان رح اخذك على البسكليتة. يا عيني. عن اذنكم. باي تيتي. قعدتي منيح؟ يلا تمسكي بدنا نمشي. أنا اللي بدي أتخبى بالأول. لا أنا. أنا بدي أتخبى. أنا. يلا غمضي. يلا يلا. لا أنا. أنت لا أنت. أنا. طيب يلا ماشي. مين هدول؟ جايين مشان يدهنوا الصفوف. اليوم؟ معقول يدهنوا ونحن بالدوام؟ ايش بعرفني انا؟ شباب ولا شيء. ايمن؟ ها؟ لوين رايح؟ سبقني يلا لحق. لوين اخذين الاسطول يا شباب؟ لفوق، بكره بدنا نبلش الشغل. جيبهم لهون لو سمحت. حطهم بمكتبي.
وبكره بتاخذوهم من هون. جربان؟ شو بدك؟ شو بدك؟ تعالوا شو؟ يا شباب شغله كثير مهمه بدي اقول لك عليها، هلا بحكي لك القصه. جايين على المدرسة. ايه معناتها جايبين معهم تا؟ أنا شفتهم جايبينهم بالصور. وشو بتقصد؟ بهالتهانات رح نحقق التغيير اللي بدنا اياه، التغيير اللي عم نحلم فيه كلنا. ليكو لا تورطوني، شكلكم بدكم تعملوا مصيبة. ايه وأنت لازم تساعدنا كمان. شوف العمال حطوا سطولة لدهان تبعهم بمكتب المدير. ونحن رح نفوت ناخذهم من مكتبه. وهالشغلة بدها ثلاث أشخاص يعملوها، أنا والجربان ومعك منصير ثلاثة. لا لا أنا مو معكم. لا تقول عني جربان، شو عم أكزي؟ مو بتضل بتحك. عثمان لازم تساعدنا. تتذكر هداك اليوم لما عملت مشكلة وورطتني معك؟ أكلت بهدلة من أبوك ومن أهلي كمان. إيه بس هالمرة غير، وهي الشغلة بسيطة. ما بدي، مو مثل هديك المرة. صدقني من اليوم ورايح حتى على التواليت ما بروح معك. تمام؟ ادخل يا استاذ. في خناقة كبيرة. وين؟ جوات المكتبة. ايه شو نحن ناقصنا مصايب جديدة؟ نفسي. لأنه نوعه منيح لهيك تقيل وزنه. على أساس بتفهم فيه يعني؟ لك طبعاً بفهم فيه. سكوت، اللي عملناه اسمه سرقة ولا؟ هذا اسمه سرقة. اللي عملناه مو سرقة، اسمه تحرير. نحن في عنا قضية وانت ساعدتنا فيها شوي، هي كل القصة، لا تكبرها، مو مستاهلة. تعال نشوف شو لونه. لك هاد مدهان. لا شوف هاد ماله دهان، صبت باطون. ولك ايمن خليتنا نسرق صبت باطون. اي وانا شو بيعرفني؟ لما شفت الدهانين والاسطول فكرتهم جايبين دهان، شو بيعرفني شو اللي فيهم؟ العمى لها الحظ. اللي شو بدنا نعمل هلا؟
لا تتضايق، خلص بتكتب بالطينة، هيك كتاباتك بيثبتوا أكثر. واحد 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 واحد. فتح ورد الجوري، يلي يميني ويلي يساري هو ملقوط. رح بلش. حبيبتي نجمة، إلنا ساعتين عم نلعب، ما تعبتي؟ لا ما تعبت، لأنه هلأ صار دورك. يلا غمض عيونك فورا. ماشي ماشي، وبعدها بنرتاح فورا. ماشي موافقة. يلا روحي تخبي. يلا واحد 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 وكمان واحد وكمان واحد. وين متخبي هالملعونة الصغيرة الشقية؟ ما لقيتها يا الله، شكلها متخبية منيح. مرحبا سهيل بيك. كنت عم دور على نجمة، اجت تخبت هون يا ترى؟ بما انك ما جاوبتني معناتها نجمة مو هون. خلص فهمت، إذا هيك لأطلع دور عليها برا وشوف وينها. شكراً كتير لأنك ما قلت لأني متخبية هون، رح روح اتخبى بمحل تاني. أنا رح أسبك، تجيت تجيت. أنا رح أسبك. أنا رح أسبك. ربحت 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 ربحت. خسرت العمو سليمان، خسرت العمو سليمان، خسرت العمو. أنا اللي ربحت. لا 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 لا.
خسرت العم سليمان لا 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 خسرت العم سليمان لا 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 خسرتك لا 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 خسرتك لا 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 انت الخسران انت الخسران لا 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 صباح الخير انا مرقت لعندكم من قبل وقدمت على وظيفه بس قلتولي بتتصلوا فيني وما اتصلتوا مزبوط انا متذكرك بالحقيقه نحن حاليا بوضع ما بيسمح لنا نوظف اي حدا جديد كان بدنا موظف بس بهالوضع مستحيل لا تواخذنا غسان بيك له فترة عم يدور على شغل بمكاتب المحاماة وبالشركات كمان بس للأسف ما حدا عم يرضى يوصفه عنده طبعا لأنه طالع من الحبس وله فترة طويلة ما عم يشتغل بمهنته وفوق أمانه مشهور بهذا كل الموضوع يا الله شو غبي هالولد لساته عم يدور بنفس المحل أجدب يلا يلا استعجل شوي صب يلا صب بس ارجع اعطيني عصاية لي كمان يلا خود شو هاللون شباب بهذا بدنا نكتب كتير بشع اكيد رح نكتب فيه خاطرنا لجبنا يعني ما رح نكبه هلا يلا بلا لعين تعال ساعدنا شوي حرك حرك يلا 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 إذا كتبنا فيه مستحيل يقدروا يمسحوه حرك 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 رح تجي معنا عثمان لوين؟ بس نكتب يلا يا زلمة بسرعة شوي ليش؟ شو رح تستفيد من اللي عم تكتبه؟ لنعبر عن رأينا رح نعبر عن رأينا للشعب وشو بيصير وقتها؟ رح يتفهموا آرائنا وأكيد رح ينضموا لصفوفنا يلا بقى انتو بس رح توصفوا الحيطان وتاكلوا مسبات من الناس وبعدين رح يطلعوا ويمحوها مزبوط هذا اللي رح يصير اول شيء بعدين الشعب رح يفهمنا وينضم لنا ليك انت مثلا قصة الجرايد ما غيرها ضايقت وحتى ضربتني اما بموضوع توعية الناس بالكتابات ساعدتني وقفت جنبي لهيك كمل معنا وامشي نكتب سوا اجا مجيد يا شباب يلا خدوا حرك منيح حركوا حركوا مرحبا اهلين شو عم تعملوا شباب؟ شوفي أيمن عم نجهز أمورنا لا شو؟ مشان نكتب يا أخي مين قال لك إنه بدنا نكتب هلا؟ ما حدا قال لي بس دبرت شوية تدهان هو مو دهان طلع صبت باطون بس حطيت له مي وزبط وخبرت الشباب ليشو مشان نطلع نكتب يا أيمن يا جماعة كأنكم مخربطين بين شغلتنا وشغلة الطيانة إذا كل واحد بده يتحرك على مرأه شو بيصير وقتها؟ والمبادئ تبعنا وين راحوا؟ أهم شيء بتنظيمنا هو المبادئ نحن مانا عم نلعب أيمن أنت رحت ووزعت جرايد بالمدرسة من دون ما تخبرني مزبوط هالحكي؟ مزبوط بس ما صار لي شيء هالمرة مرقت على خير بس تخيل لو حدا من رفقاتك صار له شيء مزبوط نحن طريقنا مليان مخاطر ومشاكل ومن ضمن هاي المخاطر الضرب ويمكن اللي أسوأ من هيك بس ما بيصير نلعب دور الكوبوي في عنا مسؤوليات أهم اسمعوا شباب من اليوم ورايح ما حدا بيخطي خطوة بدون علمي عم تفهموا؟ فهمت أيمن؟ إيه فهمت. إيه طيب وهدول؟ اللي شو بدنا نعمل فيهم؟ أنت استنى مني خبر. إن شاء الله انبسطت، اللي. يلا صب صب لشوف. حرك حرك، خلينا نكمل يلا. يلا هلا بينشفوا بسرعة شوي. شو بدنا نعمل هلا؟ ما بعرف.
الو الو مجد، انا طاهر. طاهر كيفك؟ ولا كثير منيح، انا هلا مع الشله، هلا التقيت فيهم. كيفك مجد؟ اشتقنا لك يا زلمه. وين لك؟ ولا مجتمع انت والشله وما بتخبروني؟ ما انا متصل هلا لخبرك. وين وامتى بدي اشوفكم؟ خلينا نلتقى اليوم، نشرب لنا شي شغله مثل ايام زمان، اتفقنا؟ ايه ماشي، ما بتتخيل قديش مشتاق لكم. ماشي ماشي بشوفكن هلا باي. مرحبا. بدك مني كاسة صح؟ ايه صح. صار له اسبوع ناطري. ما كنت عم لاقي فرصة لأجي أخده. اليوم كتير مزاجك رايق. من شوي اتصلوا رفقاتي بالفرقة القديمة، لما فتي لعندي كنت عم بحكي معهم. مشان هيك أول ما فتت كنت كتير مبسوط وعم تضحك. ايه طبيعي يكون مبسوط، من زمان كنا نطلع على المسرح مع بعض ونروح على الحفلات سوا. على الحفلات؟ بتمنى كتير إنه أحضر حفلة. كيف يعني؟ ولا مرة حضراني حفلة؟ لا. بكرة المساء أركان كوراي عنده حفلة، تروحي تحضريها؟ وكيف فيني فوت؟ أنا بدبرها، أركان بيحبني كتير. كيف يعني؟ أنت عن جد بتعرفه؟ إيه. وأنت أكيد رح تروح تحضر الحفلة، مو هيك؟ إذا بدك نحضرها سوا. ساعة بتبدأ الحفلة؟ بالليل الساعة 8:30. ما بقدر، أهلي ما بيخلوني أطلع من البيت بالليل. يا ريت لو كانت بالنهار. لو كانت بالنهار كنت حضرتيها؟ يعني بحاول. صحي في حفلة تانية غيرها وبتقدري تروحيها. عن جد عم تحكي؟ وإمتى وقتها؟ يعني أي وقت بيناسبك مثلا؟ ما بعرف، تنتين ونص. تنتين ونص ممتاز. عن جد عم تحكي؟ كتير منيح، بس مو أكيد رح روح، بحاول إني أجي. طيب أنا رح أكتب لك العنوان، يعني بلكي قدرتي تحضريها. طيب بس ما بوعدك إني أجي ماشي؟ يعني إذا بتجي بننبسط كتير ورح كون هنيك. طيب عن إذنك. نسيتي الكاسيت؟ شو اسمك؟ عائشة. تشرفت بمعرفتك. وأنا اسمي مجد، أنا بعرف. هاي منيحة، شوفي عملي الباقي مثل ما ماشي. جميلة خانم. ألو. أمي هي أنا. رجعت نجمة؟ والله لسه ما رجعت. أنا شوي تاني راجع على البيت، بتوصيني على شي؟ جيبي لنا خبزتين معك. ايه ماشي ماشي، باي. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا غسان. أهلين فيك. تفضل مرني. بدي وقية جبنة بيضة لو سمحت. تكرم. وكمان وقية زيتون ونص خبزة وسجلهم كمان. تكرم.
يعني إذا ما في إزعاج طبعا. ولا يهمك، معك الدفتر؟ هي آخر مرة إن شاء الله، المرة الجاية بكون اشتغلت وبدفع لك. اليوم دورت على الشغل وما لقيت، بكرة وبعده بلاقي وبدفع لك كل الحساب. الله بيفرجها أخي غسان، لا تتضايق. مرحبا أخي مظفر. ها غسان؟ أهلين ابني. مرحبا. أهلين أمي. بدي خبزتين. تكرمي يا خانم. ايه طمني عنك، انت منيح؟ الحمد لله، وانت كيفك؟ منيحة كتير. تفضل. اشتريت اغراضك؟ ايه خالص. يسلموا ايديك اخي مظفر. الله يسلمك، صحتين وهنا. على قلبك. شكرا لك. محتاج لشي ابني؟ لا أمي شكرا، أنا عم دبر حالي. مع السلامة. الله معك. يلا مرة تانية. ماشي ماشي. واسمعي كلمة تيتي ولا تعذبيها. اتفقنا؟ اتفقنا. استنوا شوي لجهز البسكليتة. باي خالة نازلي. يلا جاهزة؟ جاهزة. يلا اركبي. مع السلامة يا عمري.